الو، اهلا يا هند، ازيك؟ اهلا بيكي، مساء الخير. مساء النور. اخبار الناس الحشرين ايه يا هند؟ كتير او كتير قوي. احكي لي كده مواقف، مين اللي اتحشر في حياتك؟ يعني انا احكي لك اول اوصف الناس، يعني انا دلوقتي ما اقدرش اوصف الناس دي غير ان هم بكحين، يعني كده. يعني لما اكون مثلا قاعده في مكان وحد يقول لواحده صاحبتي او كده، يلا بقى شدي حيلك كده عايزين نفرح بيكي، يعني انا ببقى قاعده محرجه بصراحه يعني للمتوجه لها الكلام ده. يعني ايه تشد حيلها؟ المفروض هتعمل ايه مثلا؟ يعني ليه الشخص اللي بيقول كده ما بيحطش نفسه مكان الشخص اللي بيتقال له الكلام ده؟ ممكن اجرحه. كيف مثلا اي واحده نفسها تفرح برضه؟ يعني ايه هتشد حيلها هتعمل ايه مثلا؟ ما يمكن ما فيش حد مناسب بيتقدم لها، او ما حدش بيجي لها مثلا حتى خالص مثلا بيتقدم، فليه بتجرحيها؟ بالنسبه لي انا مثلا شخصيا، انا واحده متجوزه بس لسه ما فيش بيبي، فلما حد حتى من القرايب يقول لي مفيش حاجه جايه في السكه، مفيش نونو، مفيش حاجه جايه في السكه، فانا بتكسف وما بقدرش اقول لها مثلا يعني او لا، او لا، او اللي هو يعني انت مالك مثلا، مش هقدر اقول لها كده، بس بقول ان شاء الله ربنا يسهل، بقفل الموضوع، بس بزعل، يعني بزعل من جوايا، بحس ان يعني هي بتجرحني كده. فيعني انت المفروض من غير ما تسالي، طالما ما فيش حاجه يعني انا مش حامل مثلا، خلاص ما تساليش. يعني لكن تيجي تقولي لي كل شويه مثلا ايه بقى، ما فيش حاجه، مش في حاجه في السكه، طب ما تكشفي، طب ما تشوفي، حاجه غريبه جدا، بس ده تجريح قوي. صح، تجريح قوي، وانا ما بقدرش ارد عليه عشان يعني ما اكبرش الموضوع او ازعلها هي حد كبير مثلا. المهم ان الكلام ده بيبقى متوجه ان احنا خايفين عليكي وقلبنا عليكي قلبها عليكي، فلازم قلبها تتقبلي. عليا وان هي بتوجهني، فيعني انا المفروض ان انا ما ازعلش مثلا. بتبقى صديقه ولا بتبقى اقرب من الصديقه؟ لا يعني هي ممكن يكونوا قرايب، يعني خالتي ومامتي، الناس قرايب، بس انا حتى ما بقبلش الكلام ده حتى لو من حد قريب. يعني صحيح، انت حتى قلتي لو مامتي بحس انت ان دي جبتي، حاجه خاصه قوي. ما هو انت جبتي المفيد، ده تجريح بالظبط. طب كده يلا يلا اعمل ايه؟ يلا دي طيب جاي لي الحقيقه تعليقين على الموضوع ده لازم اقراهم. بتقول لك واحده جارتي كانت تسمع اي صوت عندي تسالني هو مين جالكم امبارح، انتوا بقيتوا تسهروا وتضحكوا كتير كده ليه؟ لو قلت لها كان عندي عزومه تقول لي ايه؟ الله، مش كنت لسه عامله عزومه من كام يوم؟ فتقول لها ايه لو الولاد اتخانقوا؟ تقول لها هم كانوا بيتخانقوا ليه؟ ولادك كانوا بيتخانقوا ليه؟ ولو قاعدين بقى ساكتين خالص تقول لها الله، ده انتوا ما طلعلكوش صوت امبارح، انتوا كنتوا فين؟ وتفاصيل كتير. طبعا في بقى تعليق تاني عجبني قوي، خدي عندك يا ستي، ايام الدراسه هو انت بتذاكري ازاي وبتعملي ايه؟ وكان على طول الواحد يظهر له دمامل في ايده ومعرفش امسك القلم ولا ارفع ايدي. بعد التخرج اكيد انت هتشتغلي، ما انت جايبه تقدير، وحياتك هم اللي اشتغلوا وانا ما اشتغلتش. ايام الخطوبه ايه ده، جبتي خطيبك ده منين؟ والواحد بقى يمشي بعكاز طول الخطوبه. ايام الجواز جوزك بيشتغل ايه ومرتبه كام ومتجوزه في شقه ملك ولا ايجار، وانت لسه ما فيش حمل ولا حاجه، والسؤال ده من تاني اسبوع جواز، وجوزي اتكحرت على طول واعتزلت الناس وارتحت فعلا لانه التدخل بقى شيء مزعج جدا. وده يخلينا يعني طبعا هند قالت اللي هو ما خلفتيش ليه وكده. أيوة، داليا بقى بتقول لك ايه، نبتدي بقى نعلم الناس، نعلم الناس، بس ان شاء الله ايه على الجيل الجاي بقى هيفهموا. بصي لو بصينا دلوقتي للجيل فعلا اللي طالع اللي هم 15 سنه و20 و30، ما بقوش يسالوا حتى بعض الاسئله دي. حتى لو اصحاب انتيم قريبين جدا من بعض. يعني مثلا انا فوجئت ان بنتي جايه بتقول لي تخيلي يا ماما صاحبتي عايزاني اشوف فستان الفرح بتاعها، بس انا قلت لها ما ينفعش نشوفه لان دي حاجه خاصه جدا وليها فرحتها وليها زهوتها. عارفه بقى الناس القديمه، انا مثلا يعني احنا اللي اصغر من، يا لهوي لو ما وريتيش فستان الفرح بتاعك لبنت خالتك وخالتك وخالتك وبنت عمتك وعمتك وحماتك يزعلوا. هو احنا اغراب؟ هو احنا مش عارفه ايه؟ فكره العقل الجمعي اللي هي الحاجات الموروثه والتقاليد بتاعه زمان اللي بتتنقل غصب عننا من جيل لجيل، هي اللي خلت الناس فاهمه ان احنا واحد، ان كلنا عيله واحده. بس للاسف الفكر والمنظومة دي اتغيرت لأن الطباع نفسها اتغيرت. أو الزمان كان البيت الواحد، بيت واحد، كلنا بيت واحد، فالبيت الواحد ده ما بيطلعش كلامه بره. لكن دلوقتي البيت الواحد
اتقسم بقى كل واحد ليه حياته الخاصه ليه مشاكله الخاصه. لو ما عملتيش لنفسك حدود وابتدينا نعلم الناس بالتدريج مره وبالهدوء مره وبالالزام مره انه دي حاجه خاصه بيا انا ما بحبش حد يعرفها عني. فكره البيت اللي مفتوح 24 ساعه ده واي حد يدخل في اي وقت ده ليه بالظبط كده؟ ليه مفيش حدود وليه مش قافلين الباب بحيث معلش انا مش في البيت او انا نايمه او انا ليه الناس تفضل طالعه داخله عليا ويبقى معاهم مثلا مفتاح لو بيت عيله